لا تنسوني من دعمكم للقناة بعمل اللايك ومتابعة القناة حتى يصلكم كل جديد. يومكم سعيد. شوفوا الناموس، هلكنا الناموس. جبت فتيل شمع، شفنا هذه أظن شفتها في سناب ولا في تيك توك، ما أدري فين شفتها. قالوا نحط بن مع قرنفل ونولي عليها، المفروض إن شاء الله كده صح، ونشوف إن شاء الله يشرد من عندنا الناموس. طفشنا، إذا ضبطت أقول لكم. إيش الطريقة الثانية يا لولو؟ تحطي بن وتولعي فحمة وتحطيها في النص. ها يعني اللي ما عندها فتيل تولع ترمي الفحمة في وسط البن. هي الفكرة إنك تطلع ريحة الكافيين، هي مزعجة للناموس والحشرات. شوفي هذه بدأت تحرق، تطلع دخان. ها هنا بدأنا نحرق. في حاجة إحنا من يوم ما ساكو قفل في الهيئة عندنا وصارت أشياء أنا بالبطيء نجيبها. أول دي الأشياء اللي تنحرق عشان ناموس. أيوة كان ساكو سهل نلاقيها. شوفوا خلاص. لا لا خلاص يبدأ ينحرق كده. يحرق لحاله. أيوة. والله طلع دخان. والله يا لولو شكلنا حنموت قبل الناموس. الدخان كله. يا جماعة لازم تجربوها. يعني مو بس شرد الناموس، روقنا مرة. وبس كده يفضل خلاص. ريحته مو مرة مزعجة. لا مو مزعجة، بس خلوه بعيد شوية ويشرد كل الناموس اللي حوالينكم. الحمد لله، جربوها.